الآفات الإنتانية للعلاج الجراحي هي عبارة حقيقة عن 4 أشياء. العلاج الجراحي للتوسع القصبي، والعلاج الجراحي للخراج الرئوية، والعلاج الجراحي للتدرجي، بعدين عندنا العلاج للكيس المائل. أنا فصلتهم عنه لأنه الثلاثة الأولانيات العلاج الرئيسي هو طبي داخلي وليس جراحي. يعني التوسع القصبي العلاج الرئيسي هو طبي داخلي. الخراجة الرئوية هي العلاج الرئيسي طبي داخلي. التدرج الرئوي العلاج الرئيسي طبي داخلي. والجراحة تتدخل في جزء بسيط منه. بعكس الكيس المائية العلاج الرئيسي هو استئصال الجراحي. لذلك أنا فاصلهم، شايفين كيف؟ هذول لحال والكيس المائي لحال. هلا اذا جينا على التوسع القصبي، التوسع القصبي مثل ما بتعرفوا في عنا زيادة شاذة ودائمة في قطر قصبي او عدة قصبات متوسطة مع تقيح مزمن. لذلك هذا بيقول لك يعني اذا اجى المريض قال عندي من شهرين ثلاثة الاعراض، هذا مو توسع قصبي، بده يكون صار له سنوات طويلة، سنوات طويلة خاصة منذ الصغر. تخرب الجهاز العضلي المرن هذا غير عبوس يعني. وانسداد نهاية القصبات الصغيرة الكائنة خلف هذا التوسع. هلا شو التشريح مرضي الحقيقة؟ هو التشريح مرضي هو تشريح مرضي تطوري. المرحلة الأولى بيكون توسع أسطواني، بيكون على شكل خطي بيبقى. إذا كان طول أكثر بصير عندنا دوالي أو سبحي ما ناتج من التوسع. إذا طول أكثر صار كيسي. الآلية الإمراضية بالتوسع القصبي في اجتماع عاملين، انسداد قصبي بيخلف وراء توسع، والإنتان المزمن الإنتان كمان حيؤدي لتوسع. إذا كل آفة تؤدي لانسداد قصبي مزمن، اما الحاد ما في حي من توسع قصبي، يعني الكارسينويد ممكن يعمل توسع قصبي بعد منه. جسم اجنبي ممكن يعمل توسع قصبي بعد منه، اما مثلا سرطانات لو سدت قصبي ما بتلحق تعمل توسع قصبي. الانتانات خاصة المزمنة. الانتانات المزمنة، كانت زمان الانتانات اللي صارت تتعالج مثل الحصبة ومثل السعال الديكي كانت سبب توسع قصبي شديد. شو أسباب التوسع القصبي؟ الحقيقه اسباب التوسع القصبي اما ولاديه خلقيه ولذلك تظهر لنا منذ الطفوله او مكتسبه، والاشياء هي الخلقيه. خلقيه اضطراب اما تشوهات بالبنى الداعمه للقصبات، يعني بيكون في تشوه تابع القصبه الى جدار غضروفي، خليها دائما مفتوحه بعكس الامعاء دائما مخموصه. فهي اذا تخربت سوف تؤدي الى انتان مزمن وتوسع. او في عنا اضطراب الافراز والاهداب، مثل في عنا مرضين معروضين كارتاجينر، واحد منهم شو هو الكارتاجينر؟ توسع قصبي، التهاب جيوب، وانقلاب احشاء، وعقم بسبب غياب الاهداب بالطرق اللي بالقناه المفرزه للنطاق. المرض الثاني الدايليف الكيسي، كمان في اضطراب الاهداب. أو إن إما تشوهات البنى الداعمة للقصبات، أو اضطراب الإفراز والأهداف، أو العوز المناعي مثل عوز الجلوبولين وعوز خمير ألفا أنتيتريبسي. هدون بيظهر التوسع القصبي منذ الصغر فيهم، منذ الصغر، وغالبا ما يكون التوسع القصبي في هذه الأمراض معمم وليس موضح. أما الأسباب المكتسبة ويأتي الإنتان على رأس الأسباب المكتسبة، ويجب ان يكون امتانا مزمنا. الاجسام الاجنبيه حكينا ان يسد القصبه سواء بعد منها امتان. الاورام القصبات شفت انها سليمه، لم نقل خبيثه، لانه خبيثه ما بتلحق تعمل امتان متكرر ومزمن. والتدرج، واحد يقول التدرج شلون بدي اعمل امتان مزمن؟ التدرج بيعمل ضخامه بالعقد تضغط على القصبه فتضيقها. إذا ضيقتها بدها تعمل إنتان مزمن وتوسع قصبي.
آفات المريء المقلسة اللي تؤدي إلى إرجاع الطعام إلى الفم مثل إيش؟ يترجع الطعام إلى الفم وإلى القصبات يعني تعمل استنشاق مثل أكاليزيا جيرم رتوج المريء معروفة أنها تؤدي إلى امتهانات متكررة في الطرق التنفسية. شو التشخيص تبع التوسع القصبي؟ أول شيء شو عند التشخيص؟ بكل شيء أول شيء شو؟ تماما الأعراض والعلامات. الأعراض علامات التوسع القصبي وهو أن يكون هناك سعال مع قشعر كريه الرائحة غزير الكمية خاصة صباحي أبيكي. بعد فترة طويلة من الزمن سوف يترافق بنبض الدم يكون تخربت نخرت جدر القصبات وصارت نز دم يطلع مع قشعر دم. إضافة إلى علامات التوسع القصبي الشعاعي. طيب إذا أعراض إنتانية متكررة متقطعة مزمنة تزداد في أشهر البرد وتتضمن الأعراض السريرية عموما السعال المزمن المنتج لقشعر غزير القشعر القيحي غزير كمية قيحي مظهر كريه الرائحة نفس الدم يدل على إصابة متقدمة والترفع الحروري في الفصول الباردة يدل على هجمة حادة على توسع القصبي. شو شايفين بها الصورة؟ هلا بدا تطفي الضوء شوي. علامة شو؟ سكت قطار. علامة وهي تدل على توذب في جدر القصبات. ازاي اسمها سكت قطار؟ هون شو بدل؟ قش النحل. تماما. إذا العلامة الأولى علامة سكت القطار، العلامة الثانية علامة قش النحل، بعدين في عنا علامة خراج الرئوية وعلامة الخواتم. مين بيشوف لنا هون علامة من علامات الخواتم؟ شايفين؟ هذا خاتم. الخاتم تبع الأطفال، تبع الأطفال اللي فيه فيروزة. ليش بصير علامة الخواتم؟ لأنه يعني بيبقى ماشي جنب القصبة وعاء القصبة. الأحوال العادية الوعاء أكبر من القصبة وتتوسع القصبة بصير وعاء صغير مثل فيروزة والقصبة تخينة مثل حلقة الخاتم. إذا هي واحدة منهم مصدر الخاتم. أي واحدة منهم مصدر الخاتم؟ ممكن تكون هي واحدة منهم. شايفين كيف؟ هي واحدة منهم مصدر الخاتم أو منظر خراجات بكون في عندي صار مستوى سائل غازي يعني صار في قيح فيهم فبصير مستوى خراجات داخل. إذا في عندنا خراجات عموما. إذا التصوير الطبقي المحوري المليمتري هو الواسطة التشخيصية في التوسع القصبي. التصوير الطبقي المحوري المليمتري هو الاستقصاء المنتخب في تشخيص التوسع القصبي. طيب شو المعالجة؟ شو المعالجة الرئيسية لنا؟ طبية تماما. إذا المعالجة المحافظة أو الطبية وعندنا المعالجة الجراحية تتضمن المعالجة الطبية إعطاء الصادات إعطاء الصادات واسعة الطيف منطقات حسب الزرع الجرثومي معالجة الفيزياء التنفسية وهي أهم وسيلة المعالجة الفيزياء التنفسية تفجير الوضع أن المريض ينام بحيث المنطقة تكون بالأعلى حتى نستفيد من الجاذبية الأرضية في سيلان القيح ووصوله إلى الطرق الهوائية الكبيرة لحتى يطرح المريض لأنه النسيج الرئوي غير متحسس للمفرزات ما بيتحسس المفرزات إلا القصبات الكبيرة والرغامة لذلك نخلي القيح يوصل لعند القصبات الكبيرة والرغامة حتى يتحسس المريض لحتى يقصه. رشف المفرزات احيانا بالتنظير القصبي وعليه المعاجل هذول دائما لازم ياخذوا لقاحات الانفلونزا ولا لقاحات الكورونا لازم ياخذوها والمكورات الرئويه. امتى بنعمل معالجه جراحيه؟ اولا اذا استطباب جراحي هو عاده محدود توسع قصبي شوفه عرضي بشده يعني هذول المرضى اذا كان عم يصيبهم بالسنه هجمه بسيطه ما في حاجه نعمل لهم عمل جراحي. أو إنه مثلا بس بياخذونا شوية أنتيبيوتيك أما إذا كان كل شهرين عم يروحوا على المشافي يفوتوا ياخذوا معالجة
بالصادات وريديه لحتى تحسن حالتهم، فهو عرض بشده. اذا عرض بشده ومحدود التوضع، بحيث انه اذا امنا هالجزء من الرئه اللي فيه توسع قصبي ما عاد تنقص الاعراض. اما اذا معمم لا يفضل اجراء عمل جراحي، لانه ما بيستفيد المريض من عمل جراحي الاستئصالي اذا كان معمم. اذا الاستطباب الاول توسع قصبي عرض بشده ومحدود التوضع. او في اختلاطات، لو متوسع لو معمم لكن في اختلاط، صار عندي نفس الدم غزير، انا مضطر فوت قيم القطعه اللي عم تعمل نفس الدم غزير، او تشكل خراجه رئويه. اذا هذا توسع قصبي اختلط بخراجه رئويه، هذا لازم انا اتدخل واستاصل الجزء المتوسع اللي عمل خراجه رئويه. او صار تقيح جنب، فتح الجنب عمل تقيح جنب. اذا بالاختلاطات صار في استطباب لتداخل جراحي ولو كان معمم. عاده بنستاصل بالافات السليمه، يعني توسع القصبي، استئصال كهف، بالتشظي الرئوي، بهذه الافات نعمل استئصال اسمه مقتصد. مقتصد يعني نستأصل جزء من الرئه المتخرب فقط، بعكس الاورام. اورام اقل شيء نستأصله شو؟ فص او فصين او رئه، بينما هون فقط نستأصل الجزء الشدفه او او او, أو اذا الفص كله مصاب كله بنيمه، بس اذا كان جزء منه مصاب به فقط مصاب نحافظ على الجزء الباقي. بالحالات عند الصغار وفي تعمم شديد في عندنا شيء اسمه عمليات زرع للرئه لتوسع قصبي، ولكنها نادرا ما تكون هي استطباب لزرع الرئه، لانه اصلا مشاكل زرع الرئه هي مشكلتين رئيسيتين. المشكله الاولى عدم وجود رئات بعدد كافي لكل اللي بيطلبوا زرع رئه، بعكس الكلاوي، الكلاوي في عندنا اعداد هائله، بينما بالرئه فالاعداد جدا محدوده، والمرضى بينتظروا عده سنوات ليصل دورهم اذا محطوطين على قائمه الزرع. لذلك اولا المشكله الرئيسيه، لذلك ما انطلق زرع رئه بالعالم كثير، لانه الاعداد اللي المناسبه للزرع او الرئات المناسبه للزرع كثير قليله بالمقارنه مع زروعات اخرى مثل الكليه وغيرها. هي اول شيء. الشيء الثاني مشاكل الرفض عاليه جدا، وتصل الى حوالي 50% خلال 5 سنوات. لذلك المرضى هذول اللي بيقوا بعد زرع الرئه بيعانوا كثير كثير من اختلاطات شديده، وخاصه الانتانات. ليش؟ لانه هي الرئه المزروعه متواصله مع الهواء الخارجي ومعرضه لانتانات متكرره، هذول معظمهم بيبقوا عايشين، يعني رغم انه زرعت رئتهم ولكن تموا عايشين بالمشافي، بيتناوب بين عنايات مشدده بين اجنحه، بين عنايات مشدده بين اجنحه، بتزيد الهجمه بتفوت على الاجنحه على العنايه، بتخف بتحسن التنفس شوي، وظيفه الرئوي بيردوا بيحولوا على الاجنحه، لذلك بيعيشوا تقريبا نصف حياتهم اللي عاشوها في المشافي. لذلك لم تنتشر زراعه الرئه كثير في العالم، لذلك دائما استطبابات زرع رئه كثير صايره محدوده، حسب لانه ما في رئات كافيه للناس اللي بحاجه لزرع. لذلك بالتوسع القصبي قليل الحالات اللي زرعت رئه بسبب التوسع القصبي. بالشكل هذا بكون يعني حطينا فكره عن الموضوع. مين له سؤال؟ دكتور، المريض كان عنده بجهه واحده موضع، يعني فليش نحن سمعنا الخراف الرئوي بجهتين؟ لانه هي ناتجه عن مفرزات، المفرزات ممكن تروح للجهتين لحتى بعدين تطرحها. ممكن يكون التشخيص بسيط، صدر بسيطه؟ لا يمكن اعتماد في التوسع القصبي التشخيص على صدر بسيطه، يجب دائما تصوير طبقي محوري ملي متري او ما يسمى عالي الدقه. صورة الصدر البسيطة ممكن نشوف العلامات اللي حكينا عنه، ممكن نشوفهم صورة الصدر البسيطة، يعني ممكن نشوف على مسكة القطار، ممكن نشوف عش النحل، شايفين كيف؟ الخواتم طبعا ما حنشوفها، لانه هي ما ممكن نشوف قطر قصب القطر كذا، اذا سكه قطار ممكن نشوفها، عش النحل ممكن نشوفها، خراج اذا كان المنطقه يعني متوسعه وكبيره شوي ممكن نشوفها بصوره الصدر البسيط. سؤال. دكتور،